كتير سعيدة بهذه النوعية من الأفلام اللي بدأت تنتج بعالم العربي بهذه القوة بهذا الإنتاج الكتير كبير، وسعيدة أكثر بإني أكون موجودة ضمن فريق العمل الرائع والضخم حتى لو بالصوت. وأتمنى بقدر شغفي وحبي لهذا الفيلم أنه أيضا يوصل للناس، لأنه في من وراء رسالة هادفة ورائعة، وهي رسالة لأجيال، وإحنا كلياتنا تأثرنا في بلال أول من أذن في الإسلام وأذن الرسول، وأنا بالنسبة لي هو عمل هادف، وهذا ما أتطلع إليه دائما، أني أربط دائما اسمي بالأعمال الهادفة والأعمال اللي فيها رسالة للجمهور. أنا بعمل دورين بالفيلم، دور أم بلال ودور أخت بلال. أم بلال هي المحرك لبلال في الفيلم، هي العقل الباطني في شخصية بلال، يعني الخط الدرامي تبع بلال في الفيلم بيتغير بناء على ذكرياته مع أمه اللي توفت، ما حنحرق الفيلم طبعا، في حادثة معينة، فبضل يتذكر دائما كلام أمه اللي بتساعده، أو كلامها ومدى تأثره في كلامها بيساعده على أنه يتحرر من العبودية، ودائما عنده خوف هو على أخته الصغيرة لأنه هي وأمه وسطوا عليها. فحيشوفوا الناس بالفيلم قديش هذا الإنسان حتى عنده علاقة وطيدة جدا بين أمه وأخته. أنا سعيدة جدا أني ألعب هذا الدور المحوري في النساء المحوري في الفيلم والشخصيتين. يعني أنا عاوزة أقول لكل الناس أني أنا سعيدة جدا بوجودي بهذا الفيلم، وإن شاء الله حيشوفوه في العالم العربي وفي العالم أجمع. سعيدة وفخورة جدا بيكون أنه هذا العمل عمل عربي خليجي سعودي تحديدا. كل التوفيق لكل القائمين على العمل، أشياء شغل عن جد فعلا برفع الرأس، وأنا شخصيا ما ترددت لحظة أني أكون موجودة بهذا الفيلم لإيماني الكامل بأنه رح يوصل لأكبر شريحة ممكنة في العالم وفي العالم العربي، وهيحقق انتشار غير مسبوق. كلياتنا we can't wait لنستنى ونشوف إن شاء الله الشغل على أو في السينمات، مش هقول لك على هواه.